يقول: هل هناك أعمال من قام بها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ نعم، هناك أعمال إذا تقبلها الله فإنه يغفر الذنب المتقدم والمتأخر، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. مثل صيام يوم عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية، يكفر الله به السنة الماضية والسنة القادمة في رواية، ما مضى وما يحدث، ما تقدم وما تأخر. نعم، مثلا صيام يوم عاشوراء، نعم، قيام ليلة القدر، قيام رمضان، كل هذا يكفر الله به الذنوب المتقدمة وفي بعض الروايات والمتأخرة.